أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع بعضنا اليوم في حصتنا البراعة اليدوية باش نشوفوا الطريقة المثلى اللي تسبق عملية تدهينة البيت واللي هي تحضير الأرضية وتهيئة المكان وتنظيفه وترتيبه وهي كلها عناصر أساسية لنجاح أي عمل نقوم به. العديد من الناس تعودوا على الطريقة البدائية الكلاسيكية واللي هي مع الأسف العمل في ظروف غير طيبة وغير مهيئة ينجر عليها أوساخ متراكمة ودهينة غير متناسقة وأثار الدهينة واضحة وواصلة لكل مكان وملطخة بها أماكن عديدة من المنزل. أول شيء السلامة متاعكم يعني وبكل بساطة ما ننساوش باش نقصوا الضوء. ثاني حاجة الثريا تنجم تنحيها كيما تنجم تغلفها بقطعة من البلاستيك. ثالث حاجة بطبيعة الحال نزع الستائر من الغرفة ضروري وأكيد جدا. رابع حاجة مفاتيح الضوء لي بريز متاعنا باش يبقاو في حالة جيدة وما يوصلهمش الدهن ولا سيرفاسير نغطيوهم بسكوتش بوند كريم. الخامس حاجة أرضية الغرفة بقطع كبيرة من البلاستيك قادرين باش نحميو الجليز ولا الفايونس متاعنا. قطعة البلاستيك نشدوها من أربع أطراف متاعها وكالعادة بسكوتش بوند كريم. سادس حاجة الكونتور أي الحواشي متاع الشباك أو الباب لابد من تغليفه وكالعادة يبقى سكوتش سيد الموقف لأنه هالنوع ما يخليش آثار جانبية. كل إنسان داخل منزله يكون حريص على جمال ونظافة المكان اللي يقيم فيه، فيا حبذا أن يكون حريص أيضا على سلامة المعدات والمواد اللي يستعملها ويحافظ عليها باش تقعد صالحة لفترة أطول. السيرفاسير مادة كثيرة الاستعمال في بلادنا، وباش نحافظ على ما تبقى من هذه المادة سليمة وصالحة للاستعمال يكفي قطعة من البلاستيك العادي والبسيط باش نحطوها داخل السطل بالطريقة اللي تراو فيها على الشاشة. نحطو البلاستيك بالشكل اللي يكون فيه لاصق لمادة السيرفاسير حتى يحول دون وصول الهواء، وهكا نكون حافظنا على سلامة هالمادة لاستعمالها في وقت لاحق ولمدة طويلة. بالنسبة للفرشات البانسو سواء استعملناه في السيرفاسير أو استعملناه في مادة الدهن أو استعملناه في مادة الفرني، فبالإمكان المحافظة على البانسو من خلال وضعه في الماء. إنعم حطه فقط في الماء، بإمكانك استعماله بعد أيام عديدة بدون أي مشكلة وفي حالة جيدة. هيك شفنا مع بعضنا الإتقان في العمل من خلال تحضير الأرضية، وشفنا الإتقان في العمل من خلال المحافظة على المعدات اللي استعملناها. الإتقان هو عنوان ولب حصتنا اليوم واللي ينطبق على جميع الأشغال وجميع أنواع البريكولاج. بالإتقان بدأنا وبإتقان ننهي حصتنا اليوم. نرجو التواصل معكم من خلال أرقامنا وعناويننا على الشاشة. انتظرونا في قادم الأيام، نلتقي بكم مرة أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.